هترد بقى حسن. طيب طيب يا سعد بقى كفايه غاغا. واللي عنده ضحكه زي دي العظيم واللي له فلوس ومش عاديه يجينا جنبي يجي ليا. مبروك ياض. شفت بقى ان حسن ما يستاهلش اللي احنا عملناه فيه ده؟ يا دي حسن الاسطوره يا عم، هو جاب علينا بحاجه من جيبه؟ ده ادانا حقنا، عمل ايه يعني؟ ايه السواد اللي جواك ده يا سعد؟ ايه ما بيخلص؟ لا ما انا هغسله بالفلوس، بقى معايا فلوس وهشطفه من جوه، بس اهدى عليا بس وهتلعب معانا يالا. طب كلمت اخوك؟ لا ما كنتش فاضي، كنت عمال ارقص واغني ومبسوط. خليك اخويا ارقص وغني في العربيه. انا برضه غلطان، ازاي اسالك سؤال تافه زي ده؟ لازم تكون بتغني وترقص. انا اصلا بكلمه ما بيردش عليا. يا عم هيرد عليك، ما تصدعناش بقى، سيبني عشان مبسوط. واللي عنده رسالة زي دي واللي لهم فلوس ومش عادية يجي هنا جنبي يجي. طب وريني. طيب يا عم اوريك ايه؟ اوريك ايه؟ رسالة زي اللي جات لك يا سعد، زي اللي جات لك برضه ب 12 مليون بس. اه يا ابن ال هتلعب هتلعب. طب واللي عنده رسالة زي دي واللي لهم فلوس ولا